من المنطقة الشرقية عبر سكايب عبد الله المسند، هذا عادي نحط على الجرح إبرة، بس عذروه بأنه برشلوني. لا هو برشلوني اتفاقي أهلاوي. والله يوزع ميول أبو عبد العزيز. من أمس هو يوزع ميول. لا هو عضو ذهبي، مو عضو ذهبي في صح. في النادي الأهلي. صح. ورئيس بعد. كبير الرئيس. أرحب أبو لطيف، أول شيء أمسي عليك بالخير، أمسي على الزملاء، على العزيز جدا أبو عبد العزيز، وحشني من زمان. أبو عبد العزيز هو يعتبر من الكبار، كبار الإعلاميين، كبار النقاد. أبو عبد العزيز مكسب كبير للكرة السعودية بلا شك، ورحم كذلك بالصديق الحبيب تركي الغامدي، وكذلك المكسب الإعلامي الجميل جدا الأستاذ أحمد الفهيد، وحلقة موفقة جدا. بالنسبة للأهلي أبو عبد العزيز، هي هدية من أحد جماهير نادي الأهلي، وأنا عضو في عدة أندية، ولكن أنا أولا وثانيا وثالثا نادي الاتفاق. وباركنا لك ومبروك الفوز. الله يبارك فيك يا أبو عبد العزيز، ولكن أنا ترى اللي ما أخذ عليك من أمس. تفضل. لأنك أنت أشدت بالنصر وتجاهلت الاتفاق، وكأن الإعلام يتجه لماذا خسر النصر، لماذا فاز الاتفاق؟ الاتفاق فريق كبير. صحيح. وفاز على النصر لأنه كان الأفضل، فريق كبير وفريق محترم وفريق يمثل قيمة كبيرة في الكرة السعودية، وغيابه هو اللي يأثر على تركيبة الكرة السعودية بالتأكيد. ولكن أنا قلت إنه الإمكانات الموجودة في الاتفاق أقل كثير من إمكانات النصر، واللي هو المدرب ومدرب الاتفاق لعب على إمكانات لعيبته، لأن أنت تعرف الظروف مختلفة تمام، ولا الاتفاق لعب بتكتيك معين وحقق الفوز واستاهلوا مليون مرة. بس أنت شايف كيف شايلها في قلبه من إيه والله من أمس. والله طلع حقود عبد الله مسند. لا بس حبيب أي شيء تقوله أنا قابله. طيب أنا ماني بحقود، ولكن أنا دافع عن حقوق الاتفاق فقط. طيب.